اكمل واقول لحضراتكم حلقتنا هتدور عن ايه النهارده. خليني اقول مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم، ورجعنا تاني نهتم طبعا باخبار فريقنا، فريق النادي الاهلي. يوم السبت المباراه مهمه جدا ولا تقل اهميه عن اي مباراه قبل كده، ومهمه قوي ان احنا نطمن على فريقنا وان احنا نشوف الفريق في افضل حال ليه. الحقيقه الفتره اللي فاتت مستر بيتسو موسيماني كان بيذاكر فريق المريخ كويس جدا ومديله يعني كل الاحترام والاعتبار طبعا، وبيشوف النقاط القوه نقاط الضعف، مين هيلعب على مين في الملعب، الخطة الأفضل علشان النادي الأهلي يلعب بيها المباراة دي، لأنه تحقيق الفوز مهم جدا في المباراة دي وكمان في مباراة سيمبا. يعني التأهل أو المجموعة بيفرق قوي، وهدف من أهداف النادي الأهلي. مهم قوي أنه نبقى مطمنين على فرقتنا وأن احنا نشوف الفرقة في أفضل حال ليها. متهيألي في عدد من اللعيبة اللي كانت مع المنتخب المصري وخصوصا في مباراة جزر القمر اطمنا عليها بشكل كبير، ومنهم محمد شريف اللي من أكتر اللعيبة الحقيقة اللي أنا دايما بتكلم عليها بشكل إيجابي في النادي الأهلي ومع المنتخب. محمد شريف مش بحس أبدا أنه هو بيبعد عن الملعب، مش بحس أبدا أنه هو في مباراة، بالرغم يعني أنه في الفترة الأخيرة في النادي الأهلي مش بيلعب بشكل أساسي دايما، ولكن من اللعيبة اللي هي شخصية النادي الأهلي، اللي هو وقت ما هتبقى محتاجه هتلاقيه موجود في الملعب، سواء كان مع المنتخب أو مع النادي الأهلي. مش بس بتكلم على عشان جاب هدف، لكن بتكلم على تحركاته في الملعب، سرعته لما بيبقى في مواقف مان تو مان او وان تو وان، بيعرف يخرج منها ازاي، ودايما بيقدر ياخد القرار الصح في وقت مثالي جدا. فطبعا الشناوي اطمننا عليه ودايما مطمنين عليه، الشناوي اكتر حد دايما مطمن جماهير النادي الاهلي، ونبقى مرتاحين وهو موجود في اي مباراه. كتير قوي من اللعيبه طبعا ما شاء الله، يعني كتير من اللعيبه يعني اطمننا عليها مع المنتخب، وبالرغم من ضغط المباريات اللي فاتت عليهم، مش بس المنتخب وكاس مصر، على الدوري، على افريقيا وتلاحم المواسم، الا انه الحقيقه احنا شايفين قد ايه لعبتنا رجاله، وعشان كده دايما بنتكلم انه الفتره الجايه كل لاعب هيكون ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي، لانه ضغط المباريات اللي بنتكلم عليه انه 8 مباريات بس في شهر ابريل بس، ده طبعا ضغط كبير، ولكن احنا قده يا احمد.